يا دكتور، انا بنتي عندها 8 سنين وعندها ريحه عرق من تحت الابط، ممكن اي حاجه لسنها؟ لان احنا عارفين ان الاطفال دايما ما فيش حد ممكن. كام سنه؟ 8 سنين. 8 سنين. هم وجدوا ان السبب في ريحه العرق السيئه تحت الابط بيبقى سببه بكتيري مش فطري زي ما احنا متخيلين. ريحة العرق بين الفخدين بيبقى سببه فطريات، اللي تحت الإبط بكتيري. فهي لو استعملت أي مرهم مضاد للبكتيريا مرتين يوميا، طبعا مع الاستحمام أكيد، ودايما تنشف بعد الاستحمام والكلام ده أكيد يعني. بس لو استعملت حاجة تقتل البكتيريا المسببة لريحة العرق السيئة زي مثلا جرامايسين كريم او فيوس كريم، اي كريم مضاد بكتيري، مرتين يوميا لمده اسبوعين او ثلاث اسابيع بالكتير. لان في ناس هتقول لك طب ما احنا كده نقتل البكتيريا النافعه. لا حضرتك، في بكتيريا مضره دلوقتي واحنا هنستعمل مش طول العمر. تمام. يعني احنا مش هنستعمل المرهم مضاد حيوي طول العمر، من اسبوعين لثلاث اسابيع بس. مرتين يوميا لمده من اسبوعين لثلاث اسابيع، ده مش مجيل عرق، ده بيأثر على البكتيريا المسببه لريحه العرق الكريهه. طيب العرق بقى نفسه نستعمل له ايه من الحاجات اللي هي المأمونه خالص اللي ما فيش منها مشاكل؟ بودره الشبه اللي عند العطارين دي اللي قفل المسام. بودره الشبه دي لو عرق كتير. تمام. انما الاستحمام على طول مع استعمال اللي هو اللي قلنا عليه اللي هو المرهم المضاد الحيوي لمده من اسبوعين لثلاثه هيقلل ريحه العرق. طب هي هتقول لي طب مثلا لو راحت خالص وردت تاني، لو بعد ست شهور كرر التاني خلاص اوكي ممكن نستعمل المرهم تاني مفيش مشكله. بس بيجيب نتائج كويسه جدا، من الحاجات المميزه قوي ده لكل الاعمار السنيه، ما فيهوش اي مشكله خالص يعني. لان هو علميا دي بكتيريا اللي لو في ريحه عرق وحشه تحت الابط، انما بين الفخدين بقى يبقى حاجه مضاده للفطريات زي ديرماتين مثلا.